في هذا الفيديو سأقوم بالشرح عن الإيمج، يعني سنشرح الإيمج. في آخر فيديو كنا قد رأينا الإيمج وكنا قد رأينا introduction في الأتريبيوتس. في هذا الفيديو سأشرح بعض الأتريبيوتس وسأشرح تاج، يعني سأشرح الإيمج وأتريبيوتس مهمة معها تشتغل. يعني هذا الفيديو لم يكن introduction لبعض الأتريبيوتس، سيكون شرح. يعني إيمج معها أتريبيوتس خاصة بها، فالإيمج هو مثال جيد لدراسة الأتريبيوتس يعني كبداية. لماذا؟ لأن الإيمج فهي سيلف كلوزين تاج، يعني تكتب بهذا الشكل وتقفل بهذا الشكل. وبالمناسبة إذا لم تريد قفلها فهذا ليست مشكلة، يعني في كلتا الحالتين ستشتغل، لكن الأمر وما فيه هو أنها تحتاج إلى أتريبيوتس. يعني عندما تقول للـ HTML أو إلى البراوزر قم بعمل لودين او قم بعمل وضع صورة في الصفحة يعني عن طريق هذا الـ HTML tag، هذا الـ image tag، يقول لك اعطيني رابط ذلك الصورة، فتستعمل الـ SRC كاتريبيوتس. فما هو هذا الـ SRC؟ فهو اختصار لسورس، يعني مصدر، سواء كان خارجي او داخلي. كيف خارجي او داخلي؟ داخلي مثلا صورة هنا مع املكها في نفس يعني في نفس الحاسوب، في نفس المجلد، في نفس الملف، هذا الملف HTML. خارجي مثلا من سيرفر، من موقع، من انستغرام، من اي موقع يعني خارجي هكذا في الاونلاين، تأتي بذلك الصورة عن طريق اللينك، عن طريق الانترنت. لكن الان سنستعمل صورة يعني معنا في نفس الملف، وسنستعمل كذلك صورة خارجية في نهاية الفيديو. الآن لنرى الأتريبيوتس الخاصة بالإيمج. إيمج لديها بعض الأتريبيوتس. المهم هناك الـ SRC أين هي؟ فهي specify the URL of image، يعني رابط لذلك الصورة، وليس حتى هكذا رابط عادي، رابط صورة على الأونلاين من موقع أو أي كان، هو رابط للصورة مع ملف الـ HTML كما ترون. هذه الإيمج واحد سنستعملها الآن، إذا نقوم باستعمالها. أقوم بعمل نقطة سلاش، حاجة موجودة في الكمبيوتر ساينس للدخول على أي ملف، وهكذا ونرى ما الذي سيحدث. إيمج، وكما رأيتم هذه الصورة، يعني هي نفس الصورة من الاخر فيديو الذي قمت بعمل فيه الانترودكشن للاتريبيوتس، لكن حتى وان لم اقم بعمل هذه الدوت سلاش فستشتغل بشكل عادي هكذا. يعني الدوت سلاش تنفع في حالات هناك عدد من الملفات او عدد من الاشياء، وكما رايتم انها تشتغل بشكل جيد جدا. اذا لنرى الاتريبيوت الاخر غير السورس او SRC. فهناك بطبيعة الحال ويدة وهايت أو وايت هايت، يعني طول وعرض، يعني عرض وهكذا وطول. أوكي، أقوم بالتحكم في عمل في الوايت عن طريق مثلا 300 بكسل، ونرى كيف ستصبح. يعني قمت بعمل الوايت كأوبشن والهايت تحدد بشكل أوتوماتيكي. يمكنني أن أتحكم كذلك في الهايت، لا مشكلة. فمثلا أقول له 300 بكسل وسأجعله بمربع. يعني هناك تحكم كامل لك، يعني لا تضع هكذا الأشياء، يعني تكون واخد فكرة على أن الأشياء تتحدث بشكل أوتوماتيكي أو أنه يجب عليك التعامل بأتريبيوتس واحدة. يمكنك التعامل بأكثر من أتريبيوتس، يعني القرار يبقى لك. كما رأيتم أصبح شكل الصورة غير منطقي ومربعة لأنها طولا وعرضا 300 بكسل. سأقوم بعمل ملاحظة، يمكنك أيضا عمل أوتو، يعني تضعها أوتوماتيك فستشتغل عادي، لكن هو ديفولت، يعني ديفولت أوتوماتيكلي، فلماذا تتعب نفسك وتقوم بكتابته؟ هناك أيضا يمكن أن أقوم بكتابة بالنسبة المئوية، مثلا أقول له 50%، وكما رأيتم 50% ما الذي فعله؟ أتى من جانب الصفحة إلى الجانب، يعني حجم الشاشة أو حجم الدوكيمنت، وقام بأخذ 50% من الصفحة يعني عرض، وقام بعملها كعرض هكذا للصفحة. يعني هذه
توجد أيضا يعني نسبة مئوية، وكذلك يوجد البيكسل والسنتيم والمتر والفيت والريم والفي إيش، ويعني هناك كثير من الوحدات، لكن هذه الأشياء تشرح في السي اس اس بإذن الله، لأنها مسألة ديزاين وليست مسألة ستراكشر. لكن يعني كالآن قم بأخذ البيكسل والنسبة المئوية فلا يوجد مشكلة، أقوم بإعطاء مثلا 25%، وسنرى يعني كما رأيتم 25% من حجم الصفحة، يعني تقريبا 1/4 حجم العرض، يعني لو وضعنا 4 صور ستأتي هنا كذلك يعني بشكل مناسب. يعني هذه مجرد فلسفة لثانية واحدة. لنرى الآن ما هو الثاني. هناك الالت ايضا specific alternative text of of an image or text for an image، فهو ما يفعل في الاساس هو انه عندما يحدث اي خطأ سواء في تحميل الصورة او في الصفحة، او هناك يعني انترنت بطيء فلم تحمل الصورة، او حدث خطأ مع الصورة، او انك قمت باستدعاء صورة لم توجد، يقوم بالتعويض كمساج لذلك الخطأ الذي حدث. يعني مثلا هنا اقوم بعمل اتربيوت الالت واقوم بعمل invalid image وسيظهر في حالة كان هناك خطأ، لكنه الان لم يظهر لان هناك الصورة بالفعل. لكن لنأتي الى هنا ونقوم باعطاء اسم خيالي يعني غير موجود في الملف هكذا مثلا، وكما ترون invalid image او image not found، يعني هكذا رسالة تعبر على أن هناك صورة لكنها ليست موجودة في الوقت الحالي كما ترون. يعني ذلك الرسالة تظهر في حالة فقط وقع أي خطأ. نقوم بعمل استدعاء لصورة من ملف، يعني من ليس حتى ملف خارجي، يعني من سيرفر، من صورة في موقع ما، في سيرفر ما في هذا الكوكب. أقوم بعمل copy image أو copy image location، يعني عنوانها في السيرفر او عنوانها على الاونلاين، واقوم باستدعائه هنا مثلا مثل هذه الصورة في، او حتى لن اقوم باستدعاء ايمج جديدة، يعني ايمج جديدة، واقوم بعمل مثلا الاس ار سي ونستدعي هذا الاس ار سي، ولم اعطيها اي ويت او هايت. فكما ترون الصورة اتت وهي من ملف اخر، عفوا ليس ملف، من سيرفر اخر، من مكان اخر، اي يعني من على موقع الكتروني من مكان ما في الاونلاين. اقوم بعمل وايد لها، ساعطيها ايضا 25% كبرسنتج ولنكمل. كما رايتم الصوره اتت بجانب الصوره الاخرى، وشرحنا 3 اتربيوت او 4، الاس ار سي والوايد والالت والهايت، وراكم في فيديو قريب ان شاء الله. سي يو نيكست تايم.